السلام عليكم، كيفكم يا محبين الكلاب، يا مربين الكلاب، يا منتجين الكلاب؟ تحية خاصة للمشتركين بالقناة، سبسكرايبرز. احنا اليوم بدنا نحكي بموضوع كتير مهم. لو سمحتوا شير لايك اند سبسكرايب، بليز حاولوا تعملوا لهذا الفيديو شير عشان تعم الفائدة على اكبر قدر ممكن من الناس، خاصة بوطننا العربي وبالأردن. اليوم بدنا نحكي عن دوران الكلب حوالين نفسه وملاحقة ديله. تلقيت أكثر من مكالمة بهذا الموضوع، في بعض الناس بيعانوا من هذا الموضوع. تلقيت مكالمات من الأردن وبرا الأردن بخصوص هذا الموضوع، وبدهم يعرفوا ليش هيك صار وإيش لازم يسووا. اوكي، صار لي منشن، حدا عمل لي منشن على بوست كان نازل على الفيسبوك. في شخص عنده هذه المشكلة بكلبه وما قدر يحلها. جرب، حاول، صار له فترة بجرب وما انحلت هذه المشكلة. اللي شوي ضايقني انه في كتير فتاوى طلعت، كتير ناس تدخلوا وحكوا حلول واشياء ولازم تعمل هيك ولازم تعمل هيك، وحكوا اسماء ناس. فبليز، انا حكيت بفيديوهات قبل هالمرة وراح ارد اكرر، بترجاكم اذا ما بتعرف ما تفتي، ما تحكي، لانه انت بس قاعد بتضر الكلب، بس مش عمالك تعمل اشي كويس ولا مفيد. اذا انت زهقان تسلى بشي تاني غير حياة الكلاب، بليز، لانه حرام. اوكي، احنا هلا بدنا نشرح لكم ايش الموضوع بالضبط. هلا في جين اسمه CDH2، هذا الجين مسؤول عن هذا الشيء تحديدا، سيسيف جين مسؤول عن هذا الشيء تحديدا. هل هذا الجين وراثي؟ اكيد وراثي. فاحنا بدينا قبل فتره انا ومنى بنشرح لكم خطوه خطوه كيف انت تكون سعيد مع كلبك. اول شيء حكيت انا عن الدوغ بريدنج، عن تزاوج الكلاب، انه كيف بدي اطلع كلب كويس عشان ما يتعبنا بالمستقبل. ما حدا عم بيرد. حكينا كيف تختار الكلب الكويس لبيتك، ما حدا عم بيرد. حكينا انه لازم تدرب هذا الكلب، ما حدا عم بيرد. فكل هذه المشاكل تراكميه، يعني اذا البيس غلط ورديت بنيت فوقه غلط ورديت بنيت فوقه غلط، اوف كورس راح يطلع عندك مشاكل. نرجع لموضوعنا الاساسي، السي دي اتش 2 مسؤول عن هذا الموضوع تحديدا. اللي بيصير عند الكلب ستريس، الستريس بتحول لانزايري. اي كلب في العالم، اي كلب في العالم بيصير عنده انزايري، بيواجه هذه الانزايري بافويدنس بيهيفير، اللي هو تصرف يخفف عنه الانزايري والستريس اللي هو فيه. في كلاب بتعوي، في كلاب يعني بتعمل بيهيفير مختلفة. ففي كلاب اللي بيكون عندها الـ CDH2 زيادة شوي، بيصير عندها هذه المشكلة اللي هو they chase their tail، يعني بيلحقوا ديلهم وفي منهم بيعضوا وبيضايقوا نفسهم، وراح تضل تزيد هذه المشكلة بالكلب لحتى تصير كتير سيئة على الكلب نفسه وكتير سيئة على صاحب الكلب. اوكي، ايش عرفنا ايش ليش صار مع الكلب هيك؟ هلا بدنا نعرف انه ممكن السراوندينجز عند هذا الكلب، البيئه اللي هو عايش فيها زادت هذه الظروف عليه فصارت اسوأ، او طبعا جيناتيا له دخل الموضوع برضه زي ما شرحنا لكم جيناتيا. هلا ايش لازم نسوي عشان نحل هذه المشكله؟ لازم تسوي شغلتين. اول شيء في دواء، في ميديكيشن اسمه هايبرسن. هايبرسن بنعطى للكلاب بخفف هذه الشغلة عنهم، بضل الشيء الثاني اللي هو هذا البيهيفير اللي بيعمله الكلب تحول لهابت، تحول لعادة. لازم نكسر هذه العادة. تقريبا راح ياخدك الموضوع 21 يوم عشان تكسر هذه العادة، طبعا to form a habit or inform a habit. بكل كائنات ربنا بدك 21 يوم، اوكي، مش بس بالكلاب، خلينا بالكلاب بدك 21 يوم.
كيف بدك behavior modification، بدك تكسر هذه العادة بالكلب بالتدريب الصحيح المناسب عشان توقف هذا الكلب من انه يستمر بهذه العادة. هلأ أول خطوة بدك medication hypersen، ثاني خطوة بدك تكسر من هذه العادة بالكلب بـ positive reinforcement و negative reinforcement. هيك بتحل مشكلة دوران الكلب حوالين نفسه chasing his tail بالحق ديله وبعضه. وهي هيك عرفناكم ايش اسبابها وكيف تعالجوها. طبعا على الاغلب رح تحتاج professional trainer عشان يساعدك بال behavior modification او كسر هذه العادة اللي صارت عند الكلب. بتمنى انه هذا بجاوب اسئلة الناس اللي اتصلت علي، وبتمنى انه هذا الفيديو يساعد اكبر قدر ممكن من الناس سواء صارت معهم المشكلة او بعرف حد صارت معه المشكلة، عشان نبطل نفتي من غير علم بليز، عشان ما نضر الكلب وحدا يقول له معه فطريات وحدا يقول له معه مش عارف ايش وحدا، ما بنضر من هذا الموضوع غير الكلب. فاحنا بهمنا انه الكلب ما ينضر، فبليز اعملوا شير لهذا الفيديو، خلي اكبر قدر من الناس يستفيد. وتابعونا على هذه القناة، راح تشوفوا فيديوهات اكثر لكابتن منى مسمار بتساعدكم بتدريب الكلاب عشان تخفف عندكم المشاكل اللي ممكن تحصل، لانه انتم عارفين train dog is a happy dog. اذا كلبك trained صح كل هذه المشاكل راح تكون اخف واقل بكثير بكثير بكثير، وممكن تكون شبه معدومة اذا انت كنت committed للtraining، يعني ملتزم بالتدريب. وان شاء الله راح تشوفونا فيديوهات اكثر سواء توعية او سواء تدريب، وراح نعمل قدر الامكان انه نطور الوعي والفكر لدى المجتمعات العربية بموضوع الكلاب. وبشكركم بنهاية هذا الفيديو، بليز لايك شير اند سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.